في الحلقات اللي فاتت. كمال، أنا عاوز أقول لك حاجة. اتفضل قول، في إيه؟ أنا عاوزك تسامحني يا كمال، حسيت ناحية كمال إحساس مختلف. مش قلنا هننقل الهيدن ميموري ونحطها له مكان ذكريات الطفولة؟ أيوة صحيح، توكلنا على الله. إيه ده؟ وليه البروسيسور بتاعه بيسخن كده؟ في إيه؟ معرفش، عامل أوفر كلوك غريب كده ومش عارفة أرجعه سوي. بسرعة يا هبة، كده هيتحرق. أهو حاضر، مش راضي يقفل. أعمل إيه؟ يا نهار أسود، شقى عمري راح يا هبة. يا دكتور اهدى بس كمال، خلاص مش هينفع نعدل فيه تاني، بغض النظر عن شكله يعني، بس كمال نفسه كشخصية وتصرفات وكل حاجة هيفضل كمال ده خلاص. بس لسه ممكن نعلمه بالطرق التقليدية، نخليه يقرأ كتب ويتعرف على ناس ويشوف أفلام وهكذا. أنا قصدي إن شكلك ده أكيد أنت عارف إنه كان من أيام ما كنت عامل كمال النبوي ولقيناه كاريزما فكملنا بيه، إنما شكلك أنت ككمال بقى، كمال بتاع دلوقتي اللي بيكلمني ده، ما عندكش فضول تعرف شكله إيه؟ وخليتيه يتخيل شكله الحقيقي من جوه، فطلع محمد فراج بدل خالد النبوي. بالظبط كده يا دكتور، بالظبط كده يا بابا. كتبت قصيدة امبارح من وحي التجربة اللي احنا عملناها، والمراية بعيدة جدا، والطريق على مد شوفي، والفضول اللي في عينيا ان اشوفني مداري خوفي. كمال بابا كمال، ابني بابا، ابويا بابا. الحلقة 23. الفن خط مرسوم حوالين أفكارك. جوستاف كليمت. كمال، أنا كنت خايفة قوي للدكتور يقفش بسبب اللي عملناه. هو كل ده لسه ما قفش، بس الحمد لله إنه اقتنع في الآخر. أنت كنت بتشتغله لما قلت له إنك متعرفش فراق، صح؟ أنت أكيد شفت هذا المساء. لا والله ما شفته. بس أنا عارفه على فكرة من أيام تحت السيطرة. طب والله العظيم كنت متأكدة إنك بتشتغله. بقول لك ايه صحيح، بتحب السينما؟ ومين ما بيحبهاش؟ يبقى لازم تشوف لستة الافلام بتاعتي. ودول يطلعوا بقى كام فيلم ان شاء الله؟ مش كتير قوي يعني. هو انت زهقت من دلوقتي؟ يا بنتي انا قلت لك اني ما بزهقش، انا بس مش عارف هنشوفهم امتى كلهم دول. سيب الموضوع ده عليا. ايوه يا هبه. الو. ايوه يا دكتور. ازيك؟ عامله ايه؟ وكمال عامل ايه؟ احنا كويسين، كله تمام. انا بس كنت عاوزه استاذنك في حاجه. ها؟ هاخد كمال كده جولة وهرجعه لك بعد كام يوم. جولة؟ جولة يعني ايه؟ جولة فين؟ مش فاهم. جولة فنية. بص يا سيدي، هنشوف من القديم للجديد. ماشي؟ ماشي. بقولك ايه، هي امك هتفضل قاعدالنا كده؟ كمان منورة يا طنط، ازاي حضرتك؟ بنوبك يا حبيبي. واربعه دي شغلتها ايه على المكتب؟ خلاص اللي بقى هحيه ولا بعد بلاست ولا بدك حي انا هو بلا حاسه لبا شغلتك على المكتب. لا هو يا اصله اللي بيضحك مش فاهم. يا كمال حرام عليك، انت الكتب بوظت دماغك والله. جواز عطريس من فؤادة باطل، جواز عطريس من فؤادة باطل. أيوة باطل ليه برضو؟ ما فهمتش. ثانية واحدة يا جماعة، ما الراجل كتب عليها هو. يا ابني ما بتحبوش، في حاجة اسمها حب ومشاعر يا ابني، افهم بقى. ناولني الفشار. تفضلي. أنا حسن الهلالي. أيوة حسن الهلالي. إيه ده يا عم حسن، بالراحة شوية مش كده. حسن الهلالي اللي شاء ربنا أنه ينتقل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
خدي طيب مناديل، طيب اهي خدي. رهيب رهيب محمود المني. استاذ طبعا طبعا استاذ، مفيش كلام. طب انا هقوم اصلي العشاء واخش انام بقى. بجد تصبحي على خير يا طنط. تصبحي على خير يا ماما. تصبحي على خير يا حبايبي. يا باي كانت كبسة على نفسي بصراحه. كمان احترم نفسك. أمجد يا لهوي، انت ايه يا ابني ما عندكش مشاعر؟ وبعدين لاحظي ان كلامك جارح. هبه هي كل الافلام لازم كابلز ولا عادي؟ اصلي نلاحظ ان الدنيا كلها ماشيه كابلز جامد قوي يعني. ايها الملك ريتشارد، لاخر مره اعرض عليك السلام حقنا للدماء، وأنا لآخر مرة أعرض عليك إما التسليم من غير شرط وإما الحرب. الحرب. هذا هو رأي الملك ريتشارد فارس الصليب. انت ترنك بقى وانا مهمة انا مش عارف بالي. ايوه بصلاة احمد، خلينا الشكرمون ضخم الطرارولي. ايه الشكرمون ضخم الطرارول طبعا. هبة هي دي لغة ايه دي؟ ايه ايه دي؟ صباح الخير. اهلا صباح الفل. ايه ده انا نمت امتى؟ انت وقعتي مني امبارح وسط ماراثون الافلام اللي كنا عاملينه. جبت لك تخلف صح؟ انا اصلا حتى مش فاكره دخلت جوه ازاي. ما انا اللي دخلتك. بجد شلتني دخلتني جوه يعني؟ ايوه. وانت اللي غطيتني وبتاع؟ ايوه. امال مين؟ ايه الجنتله دي يا كمال بجد؟ ميرسي. على ايه هبه؟ عادي. في ايه؟ هو انت قاعد من امبارح بتتفرج بجد؟ ايوه يا بنتي برضه لسه شايفه. وايوه ما زهقتش من قبل ما تسالي. والله العظيم نمره اقسم بالله. طب وصلت لفين؟ للناظر. يعني شفت الكتكات؟ لا سبته نشوفه سوا زي ما قلت. بجد؟ طب يلا انا هبعت بس كام ايميل لازم يتبعتوا النهارده ضروري، وافوق كده واخد قهوتي وهجيلك. ماشي ماشي. مش كفايه عليا انا اسوق يا يوسف ولا ايه؟ حاضر. ايه في يا يوسف؟ وبعدين خلاص. ايه ده يا ابو ده؟ حد يعمل كده؟ شواح حمار. ولعلمك بقى انا خدت نمره والله. جودتني مين في ده يا ابا؟ يا ابا انت ليه مش عايز تصدق انك اعمى؟ يا ابا انت راجل اعمى. انا اعمى يا غبي؟ ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان. انت يا حبيبي مش هتبوح بيتكوا بقى؟ هو ايه ملوش اهل يسالوا عليه؟ ما انا مستاذن من بابا يا طنط. يا ماما في ايه بس؟ يعني صح يا هبه كده يعني الناس تشوف باجي الغبيب بايت عندنا كده يقولوا ايه؟ لعاشر مره هقولك ده روبوت. وهم الناس هيعرفوا منين انه بابوت؟ وبعدين التلفزيون اللي شغاله 24 ساعه ما بيطفيش ده هيبوظ كده. هو هيدفع ثمنه بقى ساعتها؟ يا طنط بابا هيبقى يجيب لكم واحد جديد. بصي برضه البعيد ما بيحسش. يا طنط ما هم اللي عاملني ما بحسش، انا مالي طيب؟ خلاص خلاص، وعلى ايه الدوشه دي اصلا؟ يلا يا كمال احنا هنروح نكمل فرجه عند دكتور شريف. طب طب استني استني نكمل الفيلم. طيب يا ابني يلا. اهلا. ما لسه بدري يا جماعه، ما لسه بدري يا هبه. هم دول اليومين اللي قلت لي عليهم؟ ما انا هحكي لك والله يا دكتور. ده احنا شفنا كميه افلام بقى يا بابا. انت مش فاهم. انا مش فاهم انت ليه بتعمل المعامله دي طول عمرك. انا مش ابنك. لا انت مش ابني. اطلع بره. اقول لك امشي اطلع بره. مش هطلع. اطلع بره. مش هطلع بقولك. هو ما شحنش من امتى؟ من ساعة ما خدته منك.
انت بتهرج يا هبة اقسم بالله، عشان كده عمالي هرتل. طب ثواني بقى ادخله وتشحن. اخر مرة سيبهولك بجد، عشان ما فيش مرة تاخديه مني الا لما ترجعيهولي بحوار. ام عمر يا ام عمر. يوه ازيك يا دكتورة، فينك كده بقالك يومين؟ بقولك ايه، انا عاوزة واحد شاي نعناع من ايدك الحلوة دول. عيني يا اختي. وانت بقى فاكرة يا هبة انك لما تاخدي كمال تفرجيه على افلام وتوديه حفلة انغام كده هيبقى بيحس زينا؟ اه على فكرة، ونظريا ممكن جدا. ممكن ازاي يعني؟ ها؟ نورينا، ربنا يزيدك من علمه. اللي بزرعه في كمال دلوقتي مش مشاعر، انا بفرجه على المشاعر وبفهمه منطقها بحيث يقدر يحكيها هو. يعني بخليه يشوف الناس بتخاف امتى، وبيتعاطفوا مع بعض امتى، وبينتقموا امتى، وبيكذبوا امتى، وبيحبوا ازاي. ما دي عمرها ما هتبقى مشاعر حقيقيه. كمال اخره هيتصرف زي الناس دي، لكن عمره ما هيحس بحاجه. انت ماشيه ورا سراب يا هبه. مش سراب، وهتشوف يا شيخه بقى. طب بقول لك ايه. ايه تاني؟ المهندس عمر، اول دفعتنا اللي كان سافر المانيا ده، احنا كنا شبه اصحاب اصلنا، خلص الدكتوراه بتاعه. ماله، خلصيني. ده أشطر حد أنا أعرفه في الارتفيشال انتريس. هو في مصر اليومين دول في أجازة، وبعت لي إنه عاوز يشوف، فأنا لقيتها فرصة وكده إنه يشوف كمال يعني، وهو ممكن يدينا رأي في موضوع التعديلات اللي ما بقيناش عارفين نأكسسها. إحنا مش كنا قفلنا القصة دي يا هبة؟ مش عاوزين نتعلق بأوهام النبي. مش هنتعلق ولا حاجة. وده شخص محل ثقة يعني، هنوريله كمال عادي كده على ضمانتي الشخصية. وبعدين عرف يحل المشكلة أو ما عرفش، في كل الحالات مش هنخسر حاجة. ها قلت إيه؟ هقول إيه يعني؟ هاتيها هبة لما نشوف آخرتها. بكرة حلو؟ بكرة على طول كده؟ معلش، ما هو مش قاعد في مصر كتير، فعاوزين نلحقه يعني. خلاص، أمري لله، هستناكوا بكرة.